الكتاب العماني أيها الإخوة موجود في عمان وفي خارج عمان. كما ذكرت لكم كان الكتاب يرحل يهاجر، وهاجر قديما وهاجر حديثا في العصر الحديث بعد حركة الاستشراق والاستعمار. كان كثير من المستشرقين يعني المحتلين أو الذين يقومون بجولات علمية أو استعمارية يأخذون الكتاب ويخرجون به إلى خارج عمان. هذه ضارة نافعة، ضارة لأنها تسببت في فقدان الكتاب، نافعة لأن هؤلاء المستشرقين ذهبوا بالكتاب إلى بلدانهم وحفظوا الكتاب لنا، ولذلك الآن سنجد الكتاب في خارج عمان موجودة، سنجد الكتاب في خارج عمان موجودا في جملة من البلدان، طبعا في زنجبار وفي البلدان العربية أيضا موجود عدد. في زنجبار عدد المخطوطات العمانية 510 مخطوط، 510 مخطوطات، يعني عدد ما قليل ترى. لكن طبعا بالنسبة لزنجبار ما فيها هجرة، كان أصلا الوجود العماني هناك متأصل وامتد، وكان هناك جملة من العمانيين هاجروا إلى زنجبار، مجموعة من الحرث والمزاريع وأبو مسلم البهلاني ومجموعة من العلماء كانوا في زنجبار أصلا. في ميزاب ونفوسة وجربة. ميزاب وين؟ في الجزائر. ونفوسة وين؟ في ليبيا. وجربة وين؟ في تونس. عدد المؤلفات العمانية فيها 374 كتابا. المخطوطات نحن نتكلم، ما نتكلم عن المطبوع الحين. هذا في البلدان العربية. طبعا هناك يعني كتب للعمانيين في بلدان متفرقة. أما في الدول الأوروبية، في أوروبا 73 مخطوطة، في إيران وتركيا 7. في العالم العربي مجملا غير زنجبار غير الميزاب ونفوسة وجربة 34 مخطوط. مجموع المخطوطات خارج عمان 1000 بالضبط، 1000، يعني واحد وأمامه 3 أصفار، وهذا رقم كبير، يعد رقما كبيرا. هذا خارج عمان. في عمان هناك مكتبات متعددة، طبعا تعرفونها، مكتبة وزارة التراث فيها مخطوطات متعددة، مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي الذي كان مستشارا لجلالة السلطان موجودة في الشرادي فيها عدد كبير، مكتبة الشيخ ناصب الراشد الخروصي. من وين الشيخ ناصب الراشد الخروصي؟ أصله من وين؟ أصله من المشايخ. طبعا هؤلاء المشايخ رحلوا إلى نزوة وإلى العوابي وإلى أماكن متعددة. مكتبة الإمام نور الدين السالمي من الحوقين، لكن مكتبته الآن في بدية موجودة. مكتبة الشيخ الرقيشي في إزكي. مكتبة الشيخ أحمد الخليلي أيضا لديه مكتبة ضخمة. غير ما أتكلم عن المطبوعات، أتكلم عن المخطوطات. مكتبة الإمام غالب رحمه الله. مكتبة السيفيين، مكتبة بني سيف في نزوة أيضا فيها مجموعة من المؤلفات. مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي رحمه الله. هذه مكتبات تحوي كتبا تراثية. طبعا الآن بالنسبة للمؤسسات المعاصرة لدينا مجموعة من المكتبات، مكتبة كلية العلوم الشرعية تسمعون عنها، معهد أو كلية العلوم الشرعية، سابقا يسمى معهد العلوم الشرعية الآن حول من معهد إلى كلية. مكتبة جامعة السلطان قابوس المكتبة الرئيسية أيضا فيها عدد كبير من الكتب، وكذلك مكتبة المسجد. مكتبة الجامع الأكبر فيه أيضا مكتبة كبيرة. مكتبة حسن الشموخ، ما أعرف كذاك اسمها الرسمي، مكتبة حسن الشموخ أيضا فيها عدد كبير من الكتب. مكتبة الشيخ بن عمير، الشيخ أحمد بن محمد بن عمير الهناي. هذه مكتبات يا إخوة في عمان. مجموع، يعني طبعا أنا رجعت إلى كتاب مفتاح الباحث. هذا الكتاب ألفه أخونا الأستاذ سلطان الشيباني، تكلم عن المخطوط العماني كلام جميل، كل ما يخص الأفكار المتداولة على حول المخطوط العماني. هذا أيضا نسخة ثانية يحب يشوفه.
ذكر أرقام. شوف تابعوا معي الأرقام. طبعا مخطوطات خارج عمان 1000. قال من ضمن المعلومات عدد علماء عمان بصورة عامة، عدد علماء عمان 2130 عالما، 2130 عالما، ما شوي ها، 2000 عالم ما شوي. هذا على عدد علماء عمان. طبعا هو لا يتكلم عن العلماء الموجودين الآن، الآن طبعا ما شاء الله مجموعة من أهل العلم لدينا. الذين ألفوا منهم، الذين كتبوا لك تسوى كتاب ولا ألف رسالة ولا أجاب على مسألة، الذين ألفوا منهم 1624 مؤلفا، الذين قاموا بالتأليف يعني تقريبا ما يقارب الثلثين تقريبا الذين ألفوا. الذين لم يؤلفوا 506، الذين لم يقوموا بالتأليف. عدد المؤلفات 1932 الكتب والرسائل، 1900 كتاب و32 كتابا. طبعا هذا الرقم أيها الإخوة رقم غير طبيعي، طبعا يعني لأننا نتكلم عن دولة واحدة فقط، ونتكلم عن عدد المؤلفين في هذه الدولة. إذن عدد المؤلفين كم؟ عدد العلماء كم؟ الرقم 2130، الذين ألفوا 1624 والبقية لم يؤلفوا. المؤلفات كم عددهم؟ 1932. طبعا نزوة حازت نصيب الأسد في عدد المؤلفات، يليها إزكي، يليها بهلة وسمائل. أكثر المؤلفين، ما أعرف حد منكم يعرف أكثر عالم في عمان ألف من الشيخ سالم بن حمود السيابي. الشيخ سالم بن حمود السيابي رحمه الله أكثر المؤلفين. ألف تقريبا 100 كتاب، 100 كتاب مسوي، 100 كتاب طبعا يعد شيئا غير طبيعي.